السلام عليكم ورمضان كريم. خد وخد عندك عندك يا سيدي عروسة لقطة ووقعت في إيدي. استلمت الفاكس الوارد بالعروسة بيوصف فيه شغلانة المحروسة، بيقول بداية لازم تتعامل معاها بطريقة محسوسة، وتخلي بالك إن خناقك معاها نتايجه سريعة وملموسة. ما تعرفش أبدا تشتغل في مكان بالكوسة، لأنها لو غلطت في المقادير هتبقى حوسة. تستلم منك وصفتك وتسلمها لك زي المكتوب، وعينها على فلوسك وبكام سعر الوصفة محسوب. ويا ويلك لو فصلت معاها، هيكون عليك مغضوب، فأحسن لك تدفع حتى لو على أمرك مغلوب. ممكن وصفتها تريح معدتك، وممكن نلاقيك على المستشفى مسحوب. عايشة في دور الدكتور فرحات أبو عقل مسلوب، وسلامتكم من الآه، والدواء يساعد على الشفا وده المطلوب. وأشوفكم في العروسة الجاية، ومش عاوز حد يحدف بالطول.